شايفتك عم تلبس. ان شاء الله اليوم رايح تسهر بالقهوه كمان؟ اي نعم. عندك مانع شيء؟ بعدين اذا ما سهرت القهوه وين بدي اسهر يعني؟ معك؟ وليش هيك عم تحكي مثل القرفان؟ هلا ما عادت تعجبك سهرتي؟ نسيت ايام الخطبه قديش كنت تخفق لعنا مشان تسهر معي. لا ما نسيت. وهلا شو بدك مني؟ يا شاهر حط لي عقلك براسك وانسالي هالقهوه بقى. اذا بدك تروح روح سهر مو مشكله، بس مو بهالقهوه. ليش شو بهالقهوه؟ ليش مو عاجبتك؟ على القليله كل زباينها قبضايات وزقرتيه. قبضايات؟ اقول مجرمين وقطاعين طرق ونشتريه، لك اقل واحد فيهم اخذ له حكم 5 سنين، بقى شو فوتك بيناتهم انت اه؟ ليش انا مو مثلهم؟ لا سيدي مو مثلهم، انت كل يلي انحبستهم شهر زمان ظلموا تبليه مشان مخالفه صغيره، يعني لا سرقت ولا قتلت ولا نهبت. لك يا انصاف، صحيح انهم كلهم محكومياتهم كبيره، وفي شي منهم مقضي نص عمره بالحبس، بس بيضلوا زملائي، يعني بيضل اسمنا خريجين حبوس. وأنا بصراحة بحب القعدة معهم لأنه زقرتية عن حق وحقيق، يعني بتلاقي الواحد منهم خلقه براس مناخيره، وشه ما بيضحك لرغيف السخن، وإيده والضرب دغري، وكل الناس بتستهابه وبتخاف منه. وإن شاء الله ناوي تصير مثله. ليش شو ناقصني حتى ما أصير مثله؟ اسمعوا على الحكي، هلأ إذا رحت لقيت لك شغلة تنفعك مو أحسن لك؟ شغلة القبضاي والزقرت أحسن شغلة. لك هاي المصلحة بتقص المصاري قص، وكرس مالها خير زاري صغيرة، وعيون عم تقدح شرار، وصوت بيهدر هدر. يلا أنا ماشي. جيب لك معك شيء وأنا جاي على الطريق. ما بدي. شو رأيك جيب لك معي شوية عوامة؟ ما بدي بطيخ بسمير، تيسر. تصدق بالله؟ لا إله إلا الله. ضليت هربان بالجبل 3 سنين. ما في ابن مرة بيقدر يلحقني لهنيك، عايش بين الدياب والوحوش والكواسر، بقى مين بيقدر يطولني هنيك؟ لك الدياب الجبل والفت علي، لك إيه صار يمروا من قدام مني ويكملوا طريقهم كأنهم مارقين قدام شي صخرة. الله أكبر. بتعرف أخي سطور؟ إيه. دياب الجبل بتشم ريحة الجبان من بعيد وبتهجم عليه، ايه اما القبضايات والزقرتية ما بتقرب عليهم، ما لها مصلحة. معلوم ما بتقرب لأنه عندها نظر وبتفهم وبتأدي. طيب طالما كنت قاعد بالجبل وما حدا أدى، كيف لحتى وقعت بالمصد يا أخي درغام؟ آخ يا سطوفة غدر، غدر يا سطوف غدر. لا 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 على هالشغلة، لك يضرب الخسيس وعيشته يضرب. نزلت على البلد لأشتري لي شوية غراض وشوية تتون، متاري واحد من جماعتي مخبر عليه الدواسيس والعوينية. يا الله لا يعطي العافية. ما لاقي لك إلا 50-60 دركي صاروا حوالي، وأنا بتعرفني ما بسلم حالي بالسهل، ما بروح رخيص أنا. ولو أخي درغام أنت أبوها. وبلشت لك فيهم، بإيدي اليمين طير لك 5-6 درك، وبإيدي الثاني 5-6 درك. إيه هيك ها؟ الله محيي أصلك. بس بالأخير الكترة بتخلب الشجاعة أخي سطوف، لكن تكاتروا علي وربطوني بالزنازير. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه شو صار بعدين؟ شو صار يعني؟ رموني بالحبس ونتروني 10 سنين سجن، قضيتهم على فرد جنب وأنا عم بضحك والعب. إيه بسيطة، الحبس لرجال أخي درغام. إيه. بس بتعرف على شو ندمان؟ على شو؟ على اني ما تعرفت عليك بالحبس. تسلم يا سطوف تسلم. هات نارا لهون ولا؟ حاضر يا بضاي. ليش انت بأنه مهجع كنت نازي؟ مهجع التالي القتلة، بأنه مهجع بدي يكون يعني؟ أنا أساسا ما برضى بنزل إلا بهالمهجع هاد. معلوم، هذا أحسن مهجع، كله قبضايات وزقرتية وناس معدلة، بريع عليه. أهلين. خير يا شباب. اهلا شيشو. اهلين. مرحبا شباب. اهلين. هذا المحل فاضي؟ ايه. قوموا لا قوموا هنيك، اي طاوله فاضيه هنيك. امشي.
اخر المطاف نقعد مع شوشو. الحق معاه، قعد لي شهر زمان بالحبس، صار بده يقعد معنا الافندي. لا بالفعل هزولات طبعا. العاب سيدي العاب. هات كاسة شاي لهون يا ولد، ما تقول الا وصلت. يا اخي يا اخي، باوروبا بيشهوك الاجرام، شو هالحكي؟ شلون؟ اخي عندهم هنيك الجريمه منظمه وكل شيء محسوب حسابه. بعدين العصابات هنيك إلها قوانين وانظمه ما حدا بيسترجي يخالفها. لو شو هالحكي؟ مافيا، مافيا فظيعه. بعدين الصغير بيحترم الكبير، وكل واحد بيشتغل شغله بدون لا يسال ولا يكتر غلبه. الله ربي يا هيك الشغل يا بلا. انت شوف سرقات البنوك الكبيره كيف بتصير. بدنا 200 سنه لحتى نوصل للمستوى هذا، شو هالحكي؟ هلا شو جاب لجاب؟ بدك تقارن لي عصابات اوروبا بالعصابات الهفتانيه اللي عنا؟ يا حسرتي علينا يا صياح، كل العالم سبقتنا. بعدين وينكم؟ الكلمه هنيك بين العصابات كلمه، مثل القانون تمام. يعني اذا زعيم عصابه عطى كلمه معناها خلاص بده ينفذها ولو على قطع رقبته. يا سلام على الاخلاق، يا سلام، مو مثل عنا. الحرامية والمجرمين ما عاد عندهم لا اخلاق ولا ناموس. وتصديقا لكلامك خفاش، اسمعوا على القصة اللي صارت معي، اسمعوا. هات سمعنا. هذا يا سيدي من سنتين عصابة ابو الليل طلبت مني شوية ذهب مسروق، وبتعرفوا انا لما بتدقر معي تاجر لي شوي بالذهب المسروق. عيل العيل اخي صياح. مالك بالطويل، اتفقنا على السعر والكمية وموعد التسليم، وأنا من طيبة قلبي ما بطحق الذهبات سلف، وما أخذت معي حدا من جماعتي على مكان التسليم. وتاري لك الجماعة عاملين لي كمين وبدهم يشلحوني الذهبات ويطلعوني بصمة. شو هالحكي؟ يخرب بيتهم شو حرامية. ايه وقدروا عليك أخي صياح؟ لا يا موس لا، وحياة عينك ما طلع لهم معي. هجم علي أول واحد فيهم وبإيده خنجر، كمشت له إيده وطقيت له إياها، وشلحت الخنجر وبلشت علم على كل واحد فيهم. قلت له اركضوا اركضوا لعند معلمكم ابو الليل وقولوا له لحم صياح المدحل مر وما بيتاكل، واذا اتاكل ما بينبلع، واذا انبلع ما بينهضم، واذا انهضى. عفارم عليك عفارم عليك يا صياح، مو كل طير بيتاكل لحمه. ابيت اهلي لكبيبو وين الشاي؟ لو طول بالك علينا، شو بك عم تصرخ علينا؟ هات نار يا ولد. احلى نار اللي معلم الخفاش. اهلين ميمو. اهلين بصياح المدحلي. والله صياح بيك ولا شو اخبارك؟ شو شو؟ انا اسمي شاهر، شاهر مو شو شو. احلى شاهر والله، احلى شاهر. احكي لهم احكي لهم شاهر، احكي لهم للشباب شلون هربت من الحبس بعد ما انحكمت شهر كامل. ومين قال لك هربت؟ انا ما هربت، قضيت محكوميتي وطلعت. ويمكن طلعوا مثل الترباع المدي. يا أما راح بالعفو. حلوة. شبك مقلوب وشك؟ عم يتمسخروا علي يا أنصار. عالروحة وعالجية بينادولي شوشو. مع الأساس إنهم زملائك ومتخرج أنت وياهم من حبس واحد. مزبوط، بس هنين ما عم يحترموا الزمالة اللي بيناتنا. كم مرة قلت لك بعد عن هالشلة؟ ما كنت تسمع مني. رح بعد، بس مو قبل ما أفرض هيبتي عليهم وورجيهم إني مثلهم وما بقل عن أي واحد فيهم. بس شلون ما بعرف، لازم لاقي طريقة. تأخرت القهوة السادة تبعي. هلا بتصل يا بضاي. تدير لشوف. هذا راسي يا بضاي. جيب واحد مي معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو شو؟ شلونا؟ الحمد لله ماشي الحال. شو عم تشتغل هالأيام؟ ما عم اشتغل شيء. لا، ليش بقى؟ لأني محكوم. قال شو شو محكوم؟ قلت لي شهر زمان بالحبس بده يسمي حاله محكوم. لا بالفعل هزولات،
هزولت تماما يعني. المسكين بده لاحق عليه وما عم يعطوه. أهلي يا شوشو. تفضلي معادي. يسلموا. الله يسلمك. الشكوى لله يا ام عادل، ما كان لا يسمع ولا يقنع. تقولي حاطين له شي سحر بهالقهوه مو هيك؟ هو الثاني الله يصلحه ويهديه، شو بده بهالعلقه؟ يعني هو قد صياح المدحله ولا الخفاش ولا الموس؟ منو هدول كمان؟ يعني ما بتعرفيهم؟ هدول زبونات رفقات جوزك اللي بيقعد معهم بالقهوه. وهيك اساميهم؟ هدول جماعه مجرمين وقتالين قتلة ومشلحين، شو بدك تكون اساميهم يعني؟ سوسو فوفو؟ والله رعبتيني يا ام عادل. يا خوفي ورطوا شي ورطه لجوزي او يعلقوا شي علقه وسخه. لا تستبعدي شي اختي انصاف، هدول الجماعه بتصدق عنهم كل شي. دخيلك يا ام عادل، شو لازم اعمل؟ لا تعملي شي ولا على بالك، بس انتي شوفيلي ليش عم يهرب من البيت ويروح على القهوه؟ لانه ما حدا بيهرب من بيته بدون سبب، اساليني انا. شو قصدك؟ بعدين مين قال لك انه عم يطفش؟ لك انا الشغلات اللي عم يعملها شو بتسميها؟ ما بعرف. لكن ليش عم بسألك؟ السرداب اللي حفرته تحت الزنزانة طوله أكثر من 20 ذراع، وشلون حفرته يا حزركو؟ بالكريك. لك ليكو التاني ليكو، قال كريك قال. شو وين قاعدين نحن برشة النافعة؟ لك عم شو حفرته؟ بالمعلقة وبأظافيري هدول، ضليت عم بحفر سنتين مثل الخلد لحتى وصلت برات الحبس. وكان ايه وبعدين هربت؟ لا ضليت جوا، معلوم هربت. وعلى اثر الشغله نقلوا مدير الحبس وكل طاقم الدرك اللي هنيك وبدلوهم بطاقم جديد. بس وينك؟ ما ضليت برا كتير، شهرين زمان ورجعت. ولو تشوفوا رفقاتي المحابيس شلون استقبلوني، الله وكيلكم الله وكيلكم. ضلت العراضات والدبكات شغاله 3 ايام. ليش؟ ليش؟ لانه فلت الحبس بغيابي. قاموا ما صدقوا لله ايمت رجعت ومشيت لك المحابيس كلهم مثل الالف. بالفعل يا جماعه بالسجن إذا ما في زعيم أبضاي وإله كلمة على كل المساجين بيفلت السجن وبتضيع الطاسة. يا سيدي الله بعتك رحمة لهالمساجين المقاطيع المساكين. شو هالحكي؟ الله وكيلك ما لح بين يدي كف واحد، من أول كف انفختت طبلة إدنه. ايه؟ ارتبط لسانه وهروا له 3 سنان من بيناتهم درس العين. بري عليك أبضاي، ما بنخاف عليك بتاتا. لك وينك يا سليم؟ يلا يلا ليكني جاي. يلا حبيبتي. لو كنت عم تطبخ خروف محشي كان خلاص. وينك لهلا؟ اه الحق معك ام عادل. لا تاخذيني، بس شو بدي اساوي يعني هيك وانا عم بغلي القهوه؟ طففت الدوله على البوتاغاز. شو طففت الدوله على البوتاغاز؟ مو بيدي غصب عني ام عادل. بالظاهر انت ما بتفهم. ما بتفهم انت؟ كم مره انا نبهت عليك لا تلقم الدوله وهي موجوده على الغاز؟ اه الحق بايدك، بس ولا يهمك، ليفت البوتاغاز رجع انظف من اول الله الوكيل. ليش من اول كان وسخ؟ انا بخلي بوتاغازي وسخ؟ لا لا ام عادل مو هذا القصد. روينا هلا الله يخلي لناك. شو روينا وما روينا؟ هي من انت كنت توجه لي ملاحظات؟ اه مو ملاحظات، انت الثانيه ام عادي. ملاحظات عاوز المهم هلا خد مقشه وروح كنس لي ارض ديار، انا ظهري واجعني. حاضر على عيني ام عادي، بس معلش بصير كنسها بعد ما اشرب قهوتي معي؟ ما شاء الله عليك، ومن انت كنت صاحب مرا اشرب قهوتي معي؟ اصلا ريتها تضرب هالقهوه شو زايطه، والله كاني عم بشرب شطافه طناجر. مو انت بتحبيها خفيفه؟ حيرتيني ام عادل الله يخلي لي اياكي، يعني بساويها تقيله بتقلي لي ولي على قامه هالقهوه كاني عم بشرب طين، بساويها خفيفه بتقلي لي شطافه غساله سايطه. احترت بامري ام عادل الله يخلي لي اياكي، على انه بر بدي ارسي يعني. ولك سليم مري مالك شايف انك عم تاخذ وتعطي معي كثير؟ مين معلمك علي؟ اه احكي. ما حدا
ما حدا علمني عليك يا مخلوقة، وحدي ربك شو الحكي. بعدين تعال اقول لك ليش مدينه لجارنا ابو مسعود 200 ليره بدون ما تقلي اه؟ شو انا رجل كرسي بهالبيت؟ لا بس معادل انت بتعرف، انت ما بتعرف انه انا متخانقه انا واخته يسرح ناقل العمى؟ صحيح بجوز معادل، بس الزلمه كثير منيح معي، كثير عم اقول لك معادل. ما شو دخلنا باخته؟ الله يخلي لي اياكي. بعدين ليش هيك عم تعملي فيني هيك؟ معادل ما بجوز من الله، ما بجوز يعني. والله شيء حلو، عال وعم ترفع صوتك علي كمان؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، شو أرفع صوتي؟ بس شوف سليم، أنا ما بحب حدا يراجعني بكلامي منوب، فهمت ولا ما فهمت؟ فهمت، بس يعني ولا حرف. طب يا معادل، ليش هيك أنت؟ يعني عصبية وطبعا خلاص، خلصنا بقى، حمل حالك فوت على أوضتك، نلع من خلتي، شي حلو والله، صار مين ما كان بده صوتي حيطي. ماشي الحال معادل، ماشي الحال، بتأمري أنت. بتصير عم بقول لك ما بتصير. ليه بقى؟ وقف ولا هي هي قهوة القبطايات؟ اي نعم وصلت. لا ما حسرت، هي اسمها قهوة الصراصير، قهوة الجبناء والجربيع. القبطايا اللي فيكن ولا؟ ها؟ لك بدي رجال واحد بس يوقف بوشي ويتحداني. لك شو بكون؟ شو بكون؟ ما في مين يتحداني؟ لك اخص عليكم من السكرتية، ما عرفتوني من وانا مو هيك؟ لك انا سوسو السفاح، سوسو يلي جاي يكسر راسكن ويورجيكن قيمتكن. على كل حال هاي جلسة تعارف وفشة خلق بس، وبكرة أنا راجع لهون بكرة، وشوفوا لي شي واحد بدها تبكي أمه عليه خليه يواجهني. شباب ليش ساكتين؟ العمى من وين؟ لك ما التقى بيناتكم رجال يقوم يقدح وكفي في كلهم يعوا ويوقفوا عند حده؟ لك صدقوني كنت راح اقوم فك نيعوا مثل ما شفتوا، ما بلقى بين ايدي اللوحه. وليش ما امن؟ خفت يكون معه خنجر، لان مبين من عيونه ضريب خناجر، وهدول ضريب الخناجر انا بخاف منهم كثير. لا لا ما بظن انه يكون ضريب خنجر، لو كان ضريب خنجر كنت أفرته من أول نظرة وكنت بزيت بعدت له كل شو. لك شو نسيتوا إنه اسمي أنا الموس؟ الناس سموني هيك لأنه ضربة موسي ما لأخت، وعياره معي ضربة موس واحدة ما بتتنى. إيه وليش ما عمت ورجيتنا شطارتك أنت التاني؟ ومين قال لك ما كنت راح أقوم درغام؟ كنت راح أقوم بس خفت يكون معه برابيلو. وأنا اللي من إيش بتخاف بهالدنيا؟ بقول لك ما بخاف غير من الجردين وفرد البرابيلو. يخرب بيته شو غدار. لا لو كان معه برابيلو كان بيّن تحت وعي. لا تنغش خفاش، بجوز يكون مخبيه هون ولا هون ولا هنيك، ويا سيدي بجوز يكون معه شنتياني كمان، او بجوز يكون ضريب شنقال. بعدين الزلمه مبين انه مو فارق معه حدا، بقى شو رقمه هاد؟
يعني لو ما كان قد الحكي اللي عم يحكيه قدامنا ما كان استرجع يفتح تمه. مين دعمه يا ترى؟ على كل حال بسيطة شباب، الله يطعمه ويجي بكرة بيكون جنى على حاله. بالفعل يا جماعة، بكرة لازم نورجيه قيمته ونوقفه عند حده. الله وكيلك يا أنصاف، لك ما حدا استرجع يفتح تمه بحرف واحد. وشو السبب؟ فات فيهم باب لخم، وكل هالمراجل اللي كانوا عم يتفكروا فيها طلعت على فافوش. يعني هو قوي لهالدرجة؟ لا مو مبين عليه هيك شيء. لك الله وكيلك، إذا أنا هجمت عليه لأبطحه وأمسح فيه الأراضي. أنت بدك تهجم عليه؟ إذا صياح المدحلي والخفاش وسطوف ما هجموا عليه، شلون إلك قلب تهجم عليه؟ ما بعرف، بس لو بتعرفي يا أنصاف قديش تمنيت إني أقوم كسر له راسه قدام كل الموجودين، كنت ساعتك برت بعيونهم وصاروا يهابوني ويحترموني غصبا عنهم. وإن شاء الله عمرهم ما يهابوك. كتير مضطر لهالشغلة يعني؟ إيه والله مضطر مضطر، ولازم ورجيهم إني ذكرته قبضاي أكتر منهم، وهي الفرصة اجت لعندي. شو قصدك؟ ولا شي سلامتك. الصباح رباح. يا جماعة، إذا أمه لسوسو رضياني عنه ما بيقرب عليه اليوم. فعلا، لأنه رح يندم على الساعة اللي بده يفوت فيها لهون. ومو بس هيك، إيه والله لا خليه يندم على الساعة اللي فتح فيها عيونه على الدنيا. لك يا خوفي اليوم يعلق شاهر مع سوسو السفاح. من وقت سوسو السفاح كمان؟ شو صار معكم يا صراصير؟ ما طلع فيكم رجال واحد يتحداني؟ ولك أنا سوسو السفاح، عرفتوني؟ مين أنا؟ سوسو السفاح. ما سمعتكم؟ سوسو السفاح. ما اسمع صوتك يا صياح المزبله. ما تحلي معلم، ما تحلي. هاي الطاوله عجبتني وبكره بدي اقعد عليها، واذا لقيت حدا فيكم قاعد عليها معناها هذا اللي بده يتحداني. راجعكم بكره، فهمان يا صياح ال... ما تحلي معلم، ما تحلي بعرضه. لا المزبله بأمرك. شو اللي طالعك بأنصاف الليالي؟ بعلمي انت تعبان وفتت على غرفتك لحتى تنام. صحيح حبيبتي، بس لقيت حالي ضايق خلقي، فقلت لحالي يا ولد روح روح سهر عند رفيقك سهرة بريئة. اتأخرت الظاهر، ما هيك روحي؟ مو مشكلة، حسابك بعدين. وانتي ولو كان هالشي مو من شغلي، لوين رايحة؟ على المقبرة. ولي على المقبرة؟ خير حبيبتي خير، شوفي ليش؟ لأنه كل ما بحط ورد وقاس على قبر أبي تاني يوم بجي بلاقيهم مسروقين، بقى بدي روح ألطى هنيك ناح القبر لحتى اشوف هالحرامي بركي بدق بخوانيقه بقتله. صح صح صح، والحق معك، بس يعني ما بعرف حبيبتي، يعني احيانا بالمقبره بصير هيك شغلات. مو شغلك. يلا نقلع على البيت انت. ايه طيب، يلا قدامي للشغل. ايه لازم لازم، تصبح على خير حبيبتي. تحرك يلا. ايوه الحقك وعارف قصتك لو رحت لآخر الدنيا.
ابو الشباب؟ ليه عم تطلع فيه؟ انا؟ ايه انت؟ مشبه علي شيء؟ لا لا ابدا. ليش هيك عم تطلع فيني هيك عيوني؟ هيك عندك مانع شيء؟ لا 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 ابدا، خذ راحتك. ليكون ما عجبتك. لا ولو هو على عيني، انت على عيني وراسي. ولو لكان احيت اضحاط لاخر الكرسي، بدي مد رجلي احيت. ايه امرك ليش لا، مد تفرفد، مد. اذا مضايقك بقعدتي هون بقوم بمشي. لوين؟ بقعد على الكرسي اللي هنيك فاضي، ما في حدا، ما بهنيك، او اذا بدك برجع على بيتنا برجع. ولك بس بدي افهم، انت شو قصتك؟ انو قصه حبيبي؟ احكي معي منيح ولا؟ والله عم بحكي عيوني. انت ما عرفتني مو هيك؟ لا والله ما عرفتك، ما حصلنا شرف. انا من زباين قهوة الابضايات اللي حضرتك شرفتها مرتين ونفشت ريشك على الاخر، تذكرتني؟ مو كتير عيوني، لانه القاعدين كانوا كتار. ما علينا، لك شلون بالقهوة بتعمل ابضاي وزكرت وهون كلك شقفة جربوع وجبان؟ الله يسامحك، معليش، الله يسامحك. الله يسامحك؟ هذا اللي طلع معك؟ كنت متوقع تعمل لي قتلي حشك ولبك. هي عم زلك وعم هينك، ضرب ولا؟ ضرب لك ضرب! اي معليش معليش، لو حكيت معي هالكلام بالقهوة كنت عملت لك اللازم، بس هون ما بقدر. وليش بقى؟ معليش، هي شغلة بتخصني إلي، معليش. طيب، ملحوقة. وبكرة بنتواجه بالقهوة، ولا ليكون بطلت تجي لأني كشفتك يا خروق؟ لا لا ولو، رح اجي واعد الشباب والأبضايات اني اجي، ما بقدر اخلف الموعد. اسمع لي شي ارجوك، يعني اذا بتريد تركني هلا، تركني تركني تركني. انت تركني حليق، لك حليق. ايه ماشي الحال، شو عليه؟ امرك احلي. يعني نويت تضربه بكره؟ مو بس بدي اضربه، بدي امسح فيه الارض مسح، بدي اعمله مثل الخرقه، بدي اعجنه عجن. انت متاكد انك بتقدر عليه؟ لك طبعا متاكد، قلت لك اليوم كان بين ايدي مثل الصوص. يا شاهر ما بدك هالشغله، اسمع مني، خايف يعمل معك شيء ملعوب. وشو بده يعمل يعني؟ هذا بيطلع بايده يعمل ملعوب؟ اطمني انصاف، اطمني. بكره رح تسمعي اخبار بتسرك، من بكره رح صير أبضاي الحارة وزكرتي تبعها. والله لصير امشي بالعرض وارفع مناخيري للسما والله. ويا ويلو، لك يا ويلو اللي بده يتجرأ ويرفع راسه بوشي. بدي خلي الكل لما يمرقوا من قدامي يطخوا ويطلعوا بالأرض. من بكرة رح صير شاهر جديد، غير شاهر هذا اللي قدامك. هلا كل هذا لأنك رح تضرب سوسو؟ ليش قليلة قصة سوسو؟ لك هذا سوسو الله سبحانه وتعالى بعت لي اياه وقفه بوشي لحتى ينشلني من اللي انا فيه. والله يا خوفي بكره سوسو يعمل لك قتلي حشك ولبك ويبهدلك قدام العالم اكثر ما انك مبهدل. قومي من قدامي تضربي بهالملافز، قومي. هل يعمل لي قتلي؟ قال حلوه. مرحبا يا بضايات. أهلين شو ليكو؟ لك شوف المجنون الآن العمى، هذا طقوا فيه ذاته بالمرة. شبنا شاهير؟ يعني ما حليت لك القعدة بالقهوة كلها غير على الطاولة. ليش شبه الطاولة؟ شو نسيت أنا طاولة سوسو السفاح؟ بلا سوسو السفاح بلا بطيخ مبسمير. أصلاً أنا قعدت هون قاصد لحتى اتحركش فيه وامسع له رقبته. انت؟ ايه انا اللي بدي واقف بوش السفاح ودافع عن كرامتكم.
انا اللي بدي احفظ لكم هيبتكم وهيبه الحاره وسمعتها، والقصه كلها ما بدها الا عبضاي واحد وبس يوقف بوشه، وبهالهوه كلها ما فيها الا عبضاي واحد، هو انا، والباقي كله اخروق اخروق. شولا ليش قاعد هون انت؟ انا بقعد المطرح اللي بيعجبني، واللي ما عجبه في حيط 2 3 4 ينطح راسه فيه. بس انا قلت هي طاولتي، ويلي بده يقعد عليها بيكون عم يتحداني. وانا عم اتحداك، ورجينا مرجلتك. انت من كل عقلك عم تحكيه؟ ايه من كله، لكان من نصه. شاهدين يا جماعه، هو اللي حكاها بتمه، هو اللي جنى على نفسه. لا ولا قوة إلا بالله. لك الله يصلحه ويهدي، ايش بده بهالشغلة؟ تعال انت، مو انت، تعال انت. ايوة صياح المدحلي. ايه بأمرك معلي. وتعال انت وياه سطيف الموس. أمرك انا ما بتنازل وصخ ايدي بهيك واحد، عملوا له اللازم. امرك ماشي. شو سبب وين جايين؟ شو صدقتوه؟ لك لا يا شوشو لا خليني احكي لكم القصه. ما لقيت غير سوسو بيت. شو بدكم هدي يا شيخ؟ جيت على البيت؟ شو قاعد عم تعمل هون؟ انا شو فهمتك؟ قوم لا قوم انجر قدامي على البيت لشوف، قوم اتحرك. صحي ما تنعطى وش. طيب. تضرب من بين الرجال تضرب. امشي. طيب. امشي. طيب حبيبتي حرك قدامي. لا جاهز. يلا جاهز. يلا لشوف على البيت. يلا قدامي. ايه مرايا 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 مرايا. يا أهلين وسهلين أستاذ وسيم. إيه هيك ها؟ أنورت البلد بوجودك؟ أولاً بلاها كلمة أستاذ. غصباً عني، مو بإيدي، صار لي زمان ما شفتك. ما اختلفنا، بس أنت بتلاقيها معقولة، زمالة دراسة لأكثر من 5 سنين، وصداقة عمر، وبعدها بتقول لي أستاذ. احتراماً أخي، احتراماً ولو. المهم أنك كيف أشغالك، كيف أوضاعك؟ قسماً بالله ما رحت من بالي طول ما أنا عايش بكاليفورنيا. إيه ومشان هيك كنت تكتب لي مكتوب بطرف المكتوب. المشاكل ما بترحم، ما بترحم، المهم طمني كيف أوضاعك. ماشي الحال، ما الرضي عاش. اللي مالك ناوي تتجوز؟ صار عمره 50 سنة، شو ناطق؟ يا سيدي بكير، ليش العجلة؟ بتروي السلامة. ايه أنو سلامة هي؟ ضروري تتجوز وتاخذ مقويات. لك قربت الشغلة، قربت، عضت كوساي، ليش ما بتعرف إنه أنا خاطئ؟ قلت لي، بس أنا عم بحكي عن الزواج، إيمتى رح تتجوز؟ كمان بكير يا وسيم، بكير. يعني هو صحيح صار عمر خطيبتي 41 سنة وبلشت هرموناتها تضطرب وتعرق بلا طعمة، بس مو مشكلة، متأمل خير، خير متأمل. وأنا مثل ما بتعرف مو من أنصار الزواج المبكر أبدا، خلينا نفوت على بعضنا هيك مختمرين. المهم أنت ناوي ولا مالك ناوي؟ شوف وسيم، إذا لقيت بيت الإجرة يناسب راتبي وإن شاء الله يكون على أسطوح زريبة الدواب، وإذا لقيت خطيبتي وظيفة مقدرة وما حدا زعجها، فنحن رح نقدر نفتح بيت ورح نكون أسعد زوجين. كتير حلو، بس يا ترى تقدر تملك سيارة بسهولة؟ شوف، إذا رخصت السيارات
وإذا سمحت لنا الحكومة الله يعزها باستيراد هالسيارات من وكالاتها بالتقسيط المريح مثل بقية الدول المجاورة ومثل بقية الخلق والعالم، وإذا رخصوا لنا البنزين باعتبار الدول العربية الحبيبة منتجة للنفط، فشغلة السيارة مو مشكلة أبداً، رح اشتري سيارة كأني عم اشتري بسكليت. ولا يهمك وسيم. يعني هلأ ما عندك سيارة؟ شوف، إذا اتحقق الازدهار الاقتصادي الموعودين فيه، وإذا زودوا لنا الراتب بحيث يكفينا ونقدر نوفر منه مثل أيام زمان لما كان راتب الموظف 200 ليرة ويقدر يصمد منه حق بيت، فأنا أول الناس يلي رح يشتروا سيارة. بإذن الله. عظيم جدا. طيب بدي أسألك سعيد. تفضل. شلون الأجواء العامة بالبلد؟ شوف، إذا ما حطتني بعض الجهات غير المتفهمة تحت الرقابة لأني بنتقد كتير ولساني طويل، وإذا ما توسوسوا مني بالوظيفة وما قلعوني بسبب هالشي، فالأجواء العامة بتطير العقل والمناخ صحي جدا جدا جدا. والدليل على ذلك كلامي صريح معك، هي عم بحكي معك أنا بمناخ عام بمكان عام وبكل صراحة وجرأة، يعني بقدر أطلع على عمود المرشة وأصرخ بأعلى صوتي هذا خطأ يا ناس، انتبهوا وعدوا المسار. ما حدا بيزعل مني أبدا. رائع رائع جدا والله يا سعيد، ومالك علي يمين إنه قلبي من جوا فرفح لما سمعت الأخبار الحلوة هي، وعلى طول رح تسمعها إن شاء الله. هذا اللي بتمناه يا سعيد. دخلك لساتك ساكن عند الوالد؟ أي نعم. وشلون صحته؟ شوف، إذا لقينا بين الدكاترة مين يفهم على مرضه وما تحذروا تحذير، وإذا قدرنا نلاقي له الدواء المهرب باستمرار، أو إذا اضطرينا نعطيه شي دواء وطني وما انتكس، أو إذا شي دكتور اقترح نعمل له عملية جراحية مشان يلحس إصبعته من وراها، وإذا لقينا له محل بالمستشفى بدون واسطة، وإذا أجرى العملية وضل طيب بعدها، فالوالد رح يكون بصحة جيدة مثل الحديد. طيب سفره لبرا يا أخي، والله الواحد بيحط ما فوقه ما تحته حتى ينقذ حياة أبوه. شوف وسيم، إذا التقى شي فوقي وشي تحتي حتى بيعه، وإذا يلي اشترى مني ما استحكمني وأخذ أغراضي ببلاش لأني مضطر بيعها، وإذا لقيت العملة الصعبة مشان مصاريف السفر لأوروبا، وإذا ما حسبوني بالبنك بسعر السوق السوداء، وإذا ما انكمشت، وإذا سفيرنا بالخارج سهل مهمتنا وما دارها طناش، وإذا ما طلع الدكتور يهودي وصرفنا الوالد بغلط مقصود، وإذا ما هلكونا بالجمرك بالتفتيش ونحن راجعين مشان بيجامتين جايبينهم معنا للوالد بمناسبة سلامته، وإذا ما انزعج الوالد من هالتفتيش الحضاري وما اجته الجلطة، فأكيد رح يضل طيب الله يمد بعمره ورح نسفره لبرا. على كل الله يقدم لي فيه الخير. بالمناسبة سعيد بدي سألك. تفضل. مشروع خالك الاقتصادي اللي حكيت لي عنه شو أخباره؟ ها شوف وسيم، إذا قدر يرشي بعض المدراء العامين وما وبخوا ضميره، وإذا قدر يقدم هدايا تقيلة لبعض المسؤولين بدون ما يحس بصرارة نفس، وإذا قدر يداوم له شي 4-5 أشهر بالدوائر الرسمية وهو عم يخفي ويلاحق معاملاته، وإذا وافقوا على إعطائه قرض من المصرف بدون ما يعرقلوا أموره، وإذا قدر يحافظ على عقله من الجنان بعد هالشي، وإذا شملوا القانون 10، فالمشاريع الاقتصادية ناجحة جدا بهالبلد، وخالي رح يشنص تشنيصة إلى أول وما لآخر. وزين يا سيدي الله يهني، بيستاهل. طيب ليس لك لسه الكهرباء والمي عم تنقطع عندكم ولا حكي عدوين؟ شوف وسيم، خلينا واقعيين، يعني إذا ما تعطلت أسلاك الكهرباء بعد أول مطرة، وإذا ما انفجرت مواسير المي بسبب غزارة المطر، وإذا ما انقطعت كابلات التليفون
بسبب شي فيضان، وإذا ما انقطع بس الإذاعة كله بسبب التلج، وإذا ما انقطع الإرسال التلفزيوني بسبب الهواء، وإذا ما صارت الشوارع مستنقعات بسبب الأمطار الرعدية وتعطل السير، فالكهرباء عمرها ما رح تنقطع، والبلد ليل نهار رح تكون شعلة نور. ونفس الشيء بالنسبة للمي؟ لا 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 أبداً، مو نفس الشيء، لأنه إذا اشتغلت الآلات الجديدة وإذا الناس حبت طعم الكلور المخلوط بالمياه مشان منع التلوث، وإذا الأطفال حبوا طعم الفلور الممزوج بالمي لتقوية الأسنان ومنع التسوس، فالمي عنا ما عليها حكي أبداً ورح نصدرها كمان. طيب السياحة شو أخبارها؟ شوف، إذا سمحنا للمستثمرين وأصحاب الأموال بتركيب تل فريك بهالجبال الخضراء، وإذا اعتنينا بالمصايف شوي، فالسياحة عنا بألف خير، بألف خير، ما في مجال للحكي منوب وسيم. وبالنسبة للتعليم؟ مناهجنا قوية، وإذا ما حطوا بالصف الواحد 85 تلميذ، وإذا ما توقف إعطاء الدروس بسبب قلة المعلمين وهجرتهم لبقية الدول بسبب قلة الرواتب، وإذا ما صعبوا الأسئلة على الطلاب حتى ما ينجح إلا كل طويل عمر، وإذا زادوا عدد المدارس الرسمية والخاصة، وإذا درسوا صلاحية بعض المباني لجعلها مدرسة، وإذا دفوا لك الطلاب بالشتاء، والله التعليم عنا وقتها أرقى وأحسن من كل الدول، أحسن من دول كثيرة، وأستاذنا مطلوب ومرغوب. إيه بس هلأ إجا دوري حتى أسألك. سأل شو ما بدك. أنت ليش عم تسألني هالأسئلة كلياتها؟ إيه لعيت لي قلبي وزين. أنا عم بسألك حتى أطمن بخصوص عملي وأطفالي. إيه بس أنت عايش بكاليفورنيا. صحيح، بس عم أفكر أرجع وأستقر هون. بقى شو رأيك؟ ها ها، شوف وسيم، إذا قدرت تخلص من المقارنة بين برا وجوا، وإذا قدرت تتكيف مع واقعنا، فاستقرارك وقتها وارد جدا وأهلا وسهلا فيك بيناتنا، ورح تنبسط كتير برجوعك لصدر الأم. طيب هلأ أنا عندي استفسار. تفضل. لا طخنت كثير وسيم، لعما شو بتحكي انت؟ خرب بيتك وبيت بيتك. يعني صحيح الرقابة العربية متفهمة جدا، بس مو لهالدرجة.